السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني إخواتي الكرام، متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح برنامج محاكاة الجراف ست. يعني قلت لكم في الحلقة الماضية كما شرحت برنامج يجي جراف في الحلقة الماضية، بصح قلت لكم يعني نبدأ حلقات بعض الحلقات للجراف ست نخصصها للجراف ست، هذا يعني لتلبية الطلب لبعض المتتبعين. بصح لقيت في هذا البرنامج اللي فات يعني ايدي جراف برنامج مجاني، بصح لقيت فيه تمارينات متقدمه يعني ما يقدروش يستوعبوا في الحلقات الاولين. اذا يعني هذه التمارينات متقدمه ان شاء الله نبداو بهذا البرنامج اللي جبتوها لكم اليوم، ثم بعد ذلك نديروا تمارينات متقدمه في برنامج اللي شرحته في يعني في الحلقه الماضيه. اذا بدون اطاله قبل ما نبداو الحلقه تاع اليوم، نطلبوا منكم لكل واحد يحب يعني قناه تعليم الكهرباء من الصفر ويستفد من هذه القناه ايضا، عندي طلب صغير، فتحت قناه على اليوتيوب واسمها معلومات موثقه اللي تلقاو رابطها اسفل هذا الفيديو. اكون شاكرا لكل واحد دخل لهذه القناه واشترك وايضا يعني نشرها بين اصحابها، ربما يحتاجوا يعني الفيديوهات اللي نديروها في هذا القناه. اذا بدون اطاله نروحوا الى الحاسوب نشرحوا وجهه هذا البرنامج اليوم، ثم بعد ذلك نبداو يعني الشرح في الجراف ست ان شاء الله. طريقه تحميل البرنامج، تروحوا لمحرك البحث جوجل تكتبوا هذه العباره اوتوم جين، يخرج لكم كامل هذا الروابط، تخيروا هذا الرابط الثاني دانفورماسيون ايرايل يعني الشركات المصنعه لهذا البرنامج، تجيكم هذه الواجهه لهذا البرنامج كما راكم تشوفوا. اذا دوما تضغطوا على داونلود تري يعني لا فيرسيون ديساي او يعني التجريبيه، تضغطوا عليه تجيكم هذه الواجهه لوجيسيال انوفو عفوا، انتم تضغطوا على لهنا اوتونجين يعني لا فيرسيون 8 يعني 8. اذا ولا تقدروا تروحوا اليوتيوب يعني ديروا برك كيفاش تحملوا يعني هذا اللوجيسيال، كاين بزاف الاخوان اللي شرحوا هذه الطريقه. اذا الان كي تحملوا البرنامج الخاص بكم يجيكم يعني سيتان فيشي وينرار، تفكوا الضغط على هذا الفيشي وينرار يخرج لكم هذا الفيشي كما راكم تشوفوا. اذا كي تستاليو يعني طريقه التثبيت سهله، ديروا برك اوكي 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 وتخيروا ايضا يعني لي زوتومات اللي عندكم، ثم بعد ذلك تجيكم هذا الايقونه كما راكم تشوفوا، ضغطوا عليه مرتين باش تبداو العمل بهذا البرنامج. اذا كي تضغطوا عليه مرتين تخرج لكم هذا الواجهه، احنا واش نخيرو، اذا عندكم ديجا البروجي يعني اكزيست ديجا دونك تضغطوا على هذا الايقونه، ولا بروجي ولا اذا حبينا نضغطوا على بروجي جديد نضغطوا على هنا، حنا نضغطوا على اكسبيرت فقط، ثم بعد ذلك نضغطوا على اوكي تجينا هذه الواجهه. هذه هي واجهه البرنامج اوتوم جين، يعني برنامج جد رائع نقدروا نتعلموا من خلال هذا البرنامج يعني نديروا التجارب على الجراف ست. اذا باش نبداو يعني باش تبدا تخدم بهذا البرنامج، تروح على الفولدر كما راكم تشوفوا باللون الاخضر، نضغطوا عليه بالزر الايمن للفئره، ثم تجيك هذه الواجهه كما راكم تشوفوا اد نيو فولد، نضغطوا عليه باش يعطينا يعني نخدموا يعني النوفو بروجي تاعنا. نسميو البروجي تاعنا مثلا ما على باليش، نسميوه إليك مثلا، حنا انتم تسميو البروجي تاعكم كما حبيتوا. اذا نضغطوا على اوكي باش يعطينا ورشه العمل. اذا كما راكم تشوفوا عطانا هذه الواجهه باش نبداو نخدموها بهذا البرنامج، سواء نضغطوا على لهنا يعني بلات، ضغطوا على اي يعني يعني الكومبوزون لهنا تخدموا به، حنا نخدموها هكذا باش نسهلكم الحاله. اذا طريقه العمل بهذا البرنامج كما راكم تشوفوا يعني نضغطوا على الزر الايمن في الفئره
على الجهة الأيمن اللي فيها العفوان. إذا خرجنا كاع هاد لا ليست، عندنا ليتاب إنيسيال يعني نشرح شوية هاد. دايما يبدا الكرفسات بهاد ليتاب الأولانية أو المرحلة الأولانية، ثم بعد ذلك تجي ليتاب نورمال، ثم بعد ذلك عندنا لي ترانزيسيون. دائما يعني تكون بعد لي طاب انيسيال تكون لا ترانزيسيون، ثم بعد ذلك تجي لي طاب نورمال، يعني لي زيتاب اللي عندك كامل، يعني دائما تكون وحده مور وحده. اذا حبينا نرجعوا من لي طاب الاخرانيه حتى لي طاب انيسيال، نضغطوا على هذا اللينك يعني هذا الفلاش باش نرجعوا الى لي طاب انيسيال. اذا نبداو ونسيو، يعني قبل ما نروحوا نسيو تقدروا ايضا تستعملوا اسيستونس لهنا كما راكم تشوفون، ضغطوا عليه يعني بدلا من يعني باش يعني تبدا ترسم وحده بوحده لهنا، يعطيك هذا لوبسيون يعني تقدر ترسم به. مثلا هنا ندير اثنين، اذا كما راكم تشوفوا عطالي تروا زيتاب وليو ليطاب وحده برك، يعني ثلاثه مراحل. اذا يعني تقدروا تستعملوا برك بهذا لي كاز، مثلا اذا حبيتوا تبدلوا هذا لي نيميرو مثلا لهنا 10 20 لهنا مثلا نبدل 9 18 يعني يروح ب. اذا كما راكم تشوفوا مثلا نروح ل 7 0 7 14 اذا كما حبيتوا انتما. اذا نرجعها ل 10 كما كانت، اذا نضغط على تضغط على اوكي يعطيك يعني الجرافسات الخاص بك. حنا نروحو نرسمو بشويه باش نتعلمو، يعني الهدف تاعنا بدي هذه الحلقه باش نتعلمو كيفاش نرسمو الجرافسات. اذا نضغط على الزر الايمن للفئره، نضغط على ليطاب انيسيال، نضغط لهنا ليطاب الاولانيه. مثلا اذا حبينا نديرو الجرافسات للسامبل اليماج يعني الاناره البسيطه، اذا عندنا لي طاب انيسيال تكون يعني المصباح الخاص بنا طافية، ثم تكون لا ترانزيسيون اللي هي الانتربتور، نضغطو دائما على الزر الايمن نضغطو على ترانزيسيون الاولانيه، تعتبر هي مدخل لهذا يعني الجرافسات. ثم بعد ذلك تجينا لي طاب سويفونت اللي هي يعني مثلا المصباح الخاص بنا، ثم بعد ذلك تجينا لاكسيون سويفونت يعني لي مثلا لاكسيون الاولانيه نقول لهذا الانتربتور يعني شعلي، لاكسيون دو نقول لهذا الانتربتور طفينا هذا لا لونف الوسطانيه. ثم بعد ذلك نوليو الى يعني لي طاب انيسيال، يعني تولي لا لونف تاعنا طافيه، نضغطو على لهنا يعني على الزر الايمن دائما ضغطوا على اللينك كما قلت لكم المره الاولانيه باش نوليو. اذا ضغطنا عطاتنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، راني نحرك في لاسوري الخاص بيا. اذا نضغط لهنا على لا ترانزيسيون، ثم ندي ايضا هذه نضغط على لي طاب انيسيال كما راكم تشوفوا درنا لابوكل. اذا الان نضغط على الزر الايمن للفئره باش نقول نوليو يعني باش يديرني هذا السهم او هذا لافلاش باش نوليو لي طاب انيسيال الخاص بنا. اذا كما راكم تشوفوا الان خلصنا بالجرافسات الخاص بنا، بدي باش نبداو في البروغراماسيون، يعني نقول هذه تشعل وهذه تطفى الى اخره. اذا اول شيء نضغطوا لهنا باش نسميو هذا لي زيتاب، مثلا هذا لي طاب نسميوها 100، مثلا لي طاب رقم 2 نسميها يعني 101، لهنا نسميو يعني هذه الانتربتور الخاص بنا، مثلا نسميو انتربتور 1 انتربتور 2 او انتربتور، ولا نسميو الأ او البي فقط ماجيسكول، يعني عندنا لاكسيون أ تشعلنا هذا لا لامب، لاكسيون بي يطفينا هاد لا لامب. اذا نضغط لهنا على البي، لهنا نكتبو نضغط على الزر الايمن نضيفو اكسيون، اذا نكتبو داخل هاد الاكسيون لامب مثلا. انتم يعني يقدر يكون محرك يقدر يكون شيء واحد اخر لهنا برك باش نعطيكم ليكزومبل. اذا باش نبروغراميو يعني نضغطو على الا تشعلني لا لامب، نضغط على البي
تطفلي لا لامب لابد ان يعني تكلموا لهذا اللوجيسيال باللغه الخاصه به. اذا باش نبروغراميو نضغط على سامبول، نضغط لهنا على كرياتر سامبول، يعني تقدروا تستعملوا هذه العمليه. يعطيكم ان شاء الله يعني في الحلقه القادمه باش ما نطولوش هذا الفيديو، نستعملوا الطريقه السهله يعطيكم باش تعطيلو الداله الخاصه لهذا يعني الجراف السات. اذا نضغطوا لهنا، حنا نضغطوا لهنا جو باش نعطيلو لي فونكسيون، يعني نقولوا كيفاش يمشيني هذا المصباح. ولا اذا كي نضغط لهنا ديريكتومون كتب لي لهنا ا يعني يعتبر مدخل، مدخل في البي ال سي. اذا المدخل يعني الاوت الانبوت، عفوا الانبوت يعني نكتبوه بالاي مثلا الصفر، ندير اوكي. نقدروا انتم تقدروا ديروا التسميه لهذا الانبوت لهنا دائما، يعني البي قليل بي يعتبر ايضا مدخل، يعني اللي هو الاي واحد. بما ان كتبنا الاي واحد يعني الاي صفر في الا، الان كتبنا الاي واحد في يعني مدخل رقم اثنين، نديروا اوكي. اذا عطالي اللامب اللي هي هذا يعني اللي طاب نورمال، هذا اللامب يعني يعتبر مخرج في البي ال سي في الموديل تاعنا، يعني باش تشعلنا لا لامب يكون مخرج يعني، فبالتالي نسميو لها الاوت بوت. دائما ديروا لهنا الاو، تكتبوا او صفر مثلا يعني مخرج صفر، يعني هذا المخرج يسمو صفر، نضغطوا على اوكي. اذا كما راكم تشوفوا الان نديرو نضغطوا على جو باش نديرو كما راكم تشوفوا راه بدا يعني باش نشوفوا هل تمشي ولا ما تمشيش. اذا نضغطوا على الأ كما راكم تشوفوا لا لامب تاعنا شاعله، يعني راه بدلت اللون. كي نضغطوا على البي تولي على ليطاب انيسيال كما راكم تشوفوا. نعاود نضغط على الأ كما راكم تشوفوا راه شعلت باللون يعني الاصفر. نضغطوا على البي تولي على ليطاب انيسيال على الصوت. اذا نكتفي بهذا، ان شاء الله في الحلقه القادمه نوري لكم كيفاش ديروا دو ديمونسيون، يعني كي ديروا هذا يعني التجربه ديروا لا لامب مع لي بوتون بوسوار ولا لي زانتيريبتور الى اخره. اذا نكتفي بهذا باش ما نطولوش لا فيديو تاع اليوم. اذا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.